دفع حقيقية لإعادة الفكر الاستثماري في مصر والسعودية، جاء بإرادة سياسية مدروسة تعي تماما تحديات الحاضر وتعي تماما أهداف المستقبل. بيني وبين نفسي دلالة المبادرات التي تمت بالأمس وبحساب بسيط، حينما نتحدث عن أن حجم الاستثمارات السعودية على مدى 30 سنة الماضية كانت 6 مليار دولار، إلا أن الأمس القرارات التي اتخذت والمبادرات التي أبرمت والتعاقدات التي تم التوقيع عليها قد تصل إلى 10 أضعاف هذا الرقم. فهي حقيقة جلسة تاريخية وزيارة تاريخية بمعنى الكلمة. وهذا الأوان أن نقول أين نحن رجال الاستثمار؟ رجال الأعمال؟ أين نحن من هذه التحديات؟ إنني أقول لكم أن الكرة أصبحت في ملعبنا، وأنني على يقين أنكم جميعا تعرفون ماذا يجري في السوق المصري. أننا مطالبون الآن أن نتحدث عن رؤى جديدة لمستقبل علاقات طموحة بأرقام كبيرة، وأن نقول للعالم أننا قادرون أن نعيد رؤوس أموالنا وخبراتنا والعلوم ورجال العلم ورجال التكنولوجيا الحديثة في الخارج. هذا لكم الأوان، فهي دعوة عصرية حديثة اليوم. سادة الحضور، لقد رسمت مصر ولأول مرة رؤى مستقبل مصر في بناء حضارتها الحديثة. مصر الحديثة تتحدث عن نفسها بمشروعات عملاقة، وأنا أعتقد أن زملائي في هذا الصباح تحدثوا عنها جميعا. تحدثوا عن رؤى جديدة لمشروعات عملاقة تخاطب عقول المستثمر.